أحمد السيد، ميسي حاصد الألقاب والإنجازات، واحد من أبرز المدافعين في تاريخ النادي الأهلي ومن أكثرهم حظا للبطولات، بعد أن توج خلال مشواره مع المارد الأحمر على مدار نحو 13 عام ب26 بطولة مختلفة على الصعيدين المحلي والإفريقي. كما كان أحمد السيد واحدا من لاعبي الجيل المصري المتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها مصر عام 2006 ونجحت في الفوز بلقبها على حساب كوت ديفوار. ولد أحمد السيد في 30 من أكتوبر عام 80. قضى معظم مسيرته في صفوف القلعة الحمراء متدرجا بين فرق النادي المختلفة على صعيد الناشئين وصولا إلى الفريق الأول. لعب أحمد السيد مباراته الأولى مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في 28 من يوليو لسنة 2000 أمام فريق سكة حديد سوهاج، وانتهت هذه المباراة بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة. منذ ذلك اللحظة بدأت رحلة خالدة توج فيها أحمد السيد برفقة كوكبة من النجوم في هذه الفترة للفوز ببطولة الدوري الممتاز 7 مرات، وبطولة كأس مصر 4 مرات، وكأس السوبر المصري 6 مرات، فضلا عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا البطولة القارية المفضلة للمارد الأحمر 5 مرات، ولقب السوبر الإفريقي 4 مرات. عرف أحمد السيد قمة تألقه مع البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني السابق والأسطوري للقلعة الحمراء، وكان يثق فيه بشكل كامل، حتى أنه ضمه لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 وهو يعاني من إصابة قوية. اشتهر أحمد السيد بلقب غريب بين لاعب الأهلي ألا وهو ميسي، والذي كان من باب المداعبة له من رفاقه كونه لا يتقن فن المراوغة وجماليات الكرة، لكنه كان يتقن جيدا كيف يصد المنافسين ويحول بينهم وبين الوصول لمرمى الفريق.